ذا سكيل ايرور اوف هاف سكيل مارك 2000 اوم وين ار 2 سيت ان بي. يعني لما احط ار 2 في بي قيمتها بي الهاف سكيل طبعا هتتغير الايرور قد ايه عن الحاله الاولانيه اللي هي ايه 2000 اوم لما كانت البطاريه 3 فولت. يعني الايرور في الهاف سكيل اللي هو البطاريه 3 فولت ولما البطاريه تقل 10%. تعالوا نشوف اول حاجه بجيب الاي توتال اللي هو ايه على ار اتش. ار اتش اللي هي ايه بقى ارقام تمام. ودي دي المقاومه اي توتال اي على ار اتش 3 على 2000 يبقى 1.5 مللي The current across the system R2 اللي هو انت دلوقتي عندك اي 2 في R2 بتساوي اهي اهو اي 2 في R2 البرانش ده والبرانش ده توازي اي 2 في ار 2 بتساوي اي ام في ار ام. اي ام عندك معلومه ار ام 50 اوم واي ام 1 ملي امبير. ار 2 انت عايز تجيبها واي 2 عباره عن اي توتال ناقص اي ام. يبقى انت من المعادله دي اي ام في ار ام بتساوي اي ام في ار ام بتساوي اي 2 في ار 2 تعرف تجيب ار 2. اهو ادي طريقه ادي طريقه. جبت الاي توتال نص ملي امبير. اي 2 عباره عن اي توتال ناقص الاي 4 كي يبقى نص. اقدر اطبق اي 2 في ار 2 بتساوي اي ام في ار ام بتساوي ها اهي يبقى ار 2 بتساوي ها اي ام في ار ام على ها اي 2 صح. اي 2 صح. اي 2 اللي انت جبته بقى اللي هو النص تطلع 100 اوم. ادي طريقه وطريقه صحيحه. دي سيركت يعني حتى انت لو ما حضرتش او ما شفتش السيريز ستار اوميتر دي سيركت اي ام في ار ام تو بارل برانش تو بارل برانش. شوف بس دخل كام لحد دلوقتي 72 73. دي طريقه وطريقه صحيحه اطبق كسيركت اي ام في ار ام بتساوي اي 2 في ار 2 ومنها اجيب ار 2. دي معلومات سيركت. اور اطبق في المعادلات اللي انا استنتجتها ار 2 بتساوي اي ام في ار ام في ار اتش على اي ناقص اي ام في ار اتش الواقي حسب اي ام الواقي فول سكيل. كل المعلومات دي عندك موجوده. ايوه موجوده. الفول سكيل ديفليكشن 1 ملي امبير ار ام 50 اوم ار اتش 2000 الاي 3 فولت ها اي فول سكيل ديفليكشن ها 1 ملي امبير والار اتش 2000 تطلع لك 100 اوم. النتيجتين صح. ماشي يا جماعه. ادي اول مطلوب جبته ار 2 بطريقتين. ار اتش بتساوي ايه؟ ار ها بتساوي المقاومه الكليه بتاعت الدايره. المقاومه الكليه بتاعت الدايره بتساوي ايه؟ ار 1 زائد البارل كومباينيشن ار 2 مع ار ام اهي. اهي الار اتش اللي انا هحطها هنا ار اتش اللي هي عشان تخلي لي الهاف سكيل ديفليكشن بتساوي المقاومه الكليه بتاعت الدايره. المقاومه الكليه بين طرفي A و B تمام. المقاومه الكليه بين طرفي A و B عباره عن ايه؟ عباره عن دول دي ودي توازي ار 2 مع ار ام توازي مع ار 1 توازي. يبقى ار 1 زائد البارل كومبينيشن ار ام مع ار 2 ادي الار اتش. طيب يبقى الار 1 بتساوي ار اتش ناقص يبقى ار 1 دي ودي الناحيه الثانيه يبقى ار 1 بيساوي ار اتش ناقص ها ودي الناحيه الثانيه يبقى ار 1 بيساوي ار اتش ناقص ار 2
توازي مع ار ام، يبقى ار 1 بتساوي ار اتش ناقص البارل كومبينيشن، تطلع 1966. ار 1 دي قيمتها هتتغير؟ لا، ار 1 دي قيمه ثابته مش هتتغير. البطاريه حصل لها قلت ما قلتش، هو ملوش دعوه. 1966. امال مين اللي قيمتها هتتغير؟ ار 2 اللي انا بعمل بيها كومبنسيشن، اللي بظبط بيها الصفر، هي اللي بغير فيها علشان اعوض النقص. طب بزودها ولا بنقصها؟ اكيد بزودها طبعا عشان البطاريه قلت، بزودها عشان اخلي اكبر تيار يمر فين؟ في الميتر. تمام؟ يبقى ار 1 بتساوي ار 1 تساوي، تمام؟ ار 1 تساوي 1066. تمام؟ طيب انت بقى البطاريه قلت 10%، 10% من ال 3 فولت يعني كام؟ 3 من 10 فولت. يعني البطاريه بقت قيمتها كام؟ 2.7 من 10 فولت. طيب ار اتش في هذه الحاله قيمتها هتتغير طبعا. ار 1 قيمتها هتتغير؟ لا، ار 1 من قيمتها مش هتتغير. طيب من المعادله دي، ها، اللي هي ار 1 بتساوي ار اتش ناقص اي فور سكيل في ار اتش في ار ام على اي. ار 1، ار 1 احنا عملناها اثبات، بتساوي ار اتش ناقص اي ام في ار ام في ار اتش على اي. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب ار اتش في هذه الحاله. تمام؟ ما هي ار اتش عباره عن ايه؟ عباره عن ار 1 زائد بارل كومبينيشن، صح؟ ار 1 زائد بارل كومبينيشن ار 2 وار ار 1 زائد بارل كومبينيشن ار 2 وار ام. انت عندك ار ام وعندك ار 1 مش هتتغير، يبقى لو انا عرفت ار اتش اعرف اجيب قيمه ار 2 الجديده في هذه الحاله. يبقى دي ده الكي بتاع الحل. انا عايز اجيب قيمه، انا جبت ار 1 وار 2 والبطاريه 3 فولت، لما تقل البطاريه ل 2.7 من 10 فولت الار 1 قيمتها هتختلف؟ لا مش هتختلف، دي مقاومه ثابته. مين اللي هيختلف؟ ار 2. ومين اللي هيختلف؟ ار اتش. الار هاف فور سكيل هيقل، تمام؟ عشان اعوضه لازم ازود الايه؟ ازود المقاومه. يبقى انا اروح اجيب ار اتش الجديده في هذه الحاله اللي هي ار 1 بيساوي ار اتش ناقص الايه؟ اي ام في ار ام في ار اتش على اي، حيث ايه هنا ايه؟ 2.7. لو حطيتها 3 تطلع لك ار اتش 2000، ما عملتش حاجه. تمام؟ لو حطيت دي 3 تطلع لك ار اتش ب 2000، ده يبقى انت كده الحاله الاولانيه. 2.7 تطلع لك الار اتش ب 2003 اوم، اي زاد. تمام؟ طيب ايه علاقه ار اتش ب ار 2؟ ار 2 اهي بتساوي اي فور سكيل ديفليكشن في ار ام في ار اتش على اي ناقص اي فور سكيل ديفليكشن في ار اتش، او اي ام في ار ام في ار اتش على اي ناقص اي ام في ار اتش، برضه اللي استنتجناها من المره اللي فاتت. تطبق كل المعلومات دي عندك، بس هتحط ار اتش هنا المره دي بكام؟ ب 2003. ار 2 تطلع كام؟ 143 اوم. اللهم انا كانت كام في الاول؟ كانت 100 اوم. يبقى انا زودت الار 2 بقت 143 اوم علشان اعمل ايه؟ عشان ارجع اظبط الزيرو تاني والهاف سكيل ديفليكشن تاني. الايرور بقى اهو، الايرور 2000 اللي هي الحاله اللي ناقص 2003 على 2000%. تمام؟ ماشي؟ نيجاتيف ساين مين ذات ذا ميتر ريدنج از لو، يعني هو بيقل عن طبعا عن يعني الميتر في الـ في الـ في الـ لما البطاريه قلت راح في اتجاه الشمال قل، وبعدين عشان ارجعه تاني رحت ازود الار 2. ده كان اكزامبل على السيريس تايب اوميتر. اي سؤال في السيريس تايب اوميتر قبل ما اسيبه؟ وشوف كام معايا. 83 عدد قليل جدا، ميجرمنت 84 قليل جدا على الميجرمنت. اديني بقول اهو واخد الاتندنس.
عدد قليل جدا على الميجر. هاخد الاتندنس ومحدش يعيط عشان مفيش التزام. اديني قلت اي سؤال يا شباب في السيريس تايب اوم ميتر وفي الاكزامبل اللي قلته عليه؟ اي سؤال؟ تمام ماريو؟ ايوه يا دكتور. تمام مفهوم الاكزامبل؟ مفهوم محمد نازل؟ محمد خالد؟ ايه نازل فتحة مش معايا ولا ايه؟ محمد نازل؟ محمد نازل؟ محمد رحيم؟ ايه فاتحين ومش قاعدين جنب الجهاز؟ ايه يا جماعه في ايه؟ يا محمد يا مازن معاك يا دكتور معاك. هترد عليا يا سيدي؟ انت فاتح وسايب الجهاز مع نفسه ولا ايه؟ لا لا معاك يا دكتور. معايا ايه؟ طب انا كنت بشرح ايه دلوقتي؟ الأوميتر يا دكتور. ايه الاوميتر؟ ايه؟ انا كنت بشرح اوميتر دلوقتي؟ لا ابدا. ما كنتش بشرح اوميتر يا مازن دلوقتي. ها؟ ايه؟ ناس فاتحه الاجهزه وسايبه، انتوا حرين، محدش يرجع يعيط. اللي فاتح الجهاز بيضحك على نفسك بيضحك عليا. فاتح الجهاز وحاضر ضمي، انت حر. لا انتوا بتهربوا سنه اولى قوه بتهرج. انتوا حرين. ميجرمنت مش لعبه. شنطة تايب أوم ميتر، شنطة تايب أوم ميتر واضح من التسمية بتاعته إنه هو إيه اللي بيسأل، اللي بيسأل واضح من التسمية بتاعته جت منين؟ جت إن الميتر شنط مع الأنون ريزيستنس. هدول طرفي القياس اللي هم A و B، والانون ريزيستنس شنط مع الميتر. زي ما عملنا في السيريس تايب اوم ميتر هروح احدد الثلاثه مين بوينتس بتاعتي. هروح احدد الثلاثه مين بوينتس بتاعتي. الثلاثة بوينتس بتاعتي، البداية والنهاية و الهاف سكيل. طيب تعالوا نشوف كده، تعالوا نشوف نحدد الثلاث نقط الأساسية إزاي. أولا لما تكون الـ RX دي أوبن سيركت، يعني المقومة بين A و B بتساوي كام يا جماعه؟ المقمه بين A و B بتساوي كام؟ بتساوي ايه؟ صفر. بتساوي صفر. ده مين اللي قال لي دلوقتي؟ فادي. خالد. حد يرد على خالد؟ لما تكون A و B اوبن سيركت يبقى المقمه ما بين طرفي A و B بتساوي ما لا نهايه. ما لا نهايه طبعا. اوبن سيركت يا خالد، اوبن سيركت. هو كان قصده على التيار يا باشمهندس يا دكتور. انا بقول دلوقتي انا فتحت A و B اوبن سيركت، المقاومه ما بينهم، المقاومه ما بين A و B، المقاومه ما لا نهايه والتيار صفر. والتيار صفر. التيار صفر عشان هي اوبن سيركت. فين التيار ده؟ فين التيار؟ بشوف التيار هو فين؟ هو كان قصده يقولها صفر عشان خاطر هو كان مفكر حضرتك بتقول التيار مش المقاومة. لم طيب أنا هسأل سؤال تاني. A و B أوبن سيركت، التيار قيمته قد إيه؟ في الميتر.
التيار قيمته صفر كام؟ ايه؟ صفر طبعا لا طبعا كذاب، تبقى التيار ماكسيموم. ماكسيموم فول سكيل هنقسم ايه على الأرض؟ اهو ده دايره اهي اهي دايره ما فيهاش غير ار 1 وميتا. ايه اللي يخليه صفر بقى؟ صفر ليه؟ انت فاتح ايه وبي اه بس التيار هنا ايه؟ ها عباره عن ايه على ار 1 بس؟ يبقى التيار هنا ايه؟ فول سكيل. فول سكيل وايه؟ ولو هو مش فول سكيل اظبطه من ار 1 يبقى ايه؟ فول سكيل. يبقى بس حضرتك يا دكتور دي بتترتب يا دكتور على السويتش اذا كان مفتوح او مقفول، يعني لو يا كان جدع مفتوح دايما يبقى السويتش، وانا هشتغل بسويتش مفتوح ازاي بس؟ ما انا بتكلم يعني كده انا هتقيس السويتش ده خلاص نمره مش موجود، يعني انت هتشتغل هتقيس تمام. والسويتش مفتوح؟ انت هتستخدم قياس اعمل ميجرمنت والسويتش مفتوح تمام؟ اكيد لا اكيد لا اكيد يعني. وبعدين والسويتش ده اكيد مش لا موجود في اكيد لا الميترز نفسها يعني تمام؟ يبقى انا دلوقتي لو دي اوبن سيركت تمام؟ ويبقى التيار هنا ماكسيمم واظبطه فول سكيل ديفليكشن من الار ام. اظبطه فول سكيل ديفليكشن يبقى انا حددت ايه؟ ها؟ اول نقطة اللي هي ايه؟ ها؟ صح؟ ايوه فول سكيل. يعني ار هنا اهو. ار هنا ايه؟ 1 مللي امبير. بس انا انسى خالص اللي فتح المايك يقفل المايك. اللي فتح المايك يقفل المايك. تمام؟ يبقى ادي اول نقطة. ثاني نقطة اروح اعمل شورت بين A و B. اللي فتح المايك يقفل المايك. اروح اعمل شورت ما بين A و B. لما اعمل شورت ما بين A و B المقومة بين A و B بكام؟ بكام؟ المقامة بين A و B بكام؟ 8 يا دكتور. يا راجل المقامة بين A و B بصفر. اعمل شورت ما بين A و B يبقى المقامة بينهم بكام؟ بزيرو. التيار في الميتر يقرا كام في هذه الحالة؟ صفر. دي سيركت مش ميجرمنت، دي سيركت. هيقرا زيرو. يقرا زيرو، ده انت عامل شورت عليه، التيار يروح يمشي فيه ليه؟ ما السلك اهي، ما السلك اهي صفر، التيار يروح يمشي فين؟ ها؟ يمشي في السلك مش يمشي في الميتر، يبقى مش التيار اللي ماشي في الميتر بكام؟ بصفر. يبقى لي ايه؟ ادي الزيرو. تمام؟ الهوم ورك لحضرتك احط مقاومه قد ايه ار اكس عشان الميتر ده ينحرف هاف سكيل. تمام؟ احط مقاومه قد ايه عشان ينحرف هاف سكيل. طيب الاي البروسيس بتاعك، طب الديزاين بتاعك هتعمل ايه؟ كل الديزاين بتاعك هجيب المقاومه ار 1 اللي حطها في الدايره. تمام؟ بس حط ار 1 الايه في الدايره. طيب اي فول سكيل ديفليكشن عباره عن ايه؟ لما انا فتحت ما بين A و B، لما فتحت ما بين A و B يبقى التيار اللي ماشي عباره عن ايه؟ E على ار 1 زائد ار ام، مفيش حاجه ثانيه بس اهي E على ار 1 زائد ار ام. تمام؟ طيب ها ار 1 بتساوي ايه بقى من المعادله دي؟ اي على اي فول سكيل ديفليكشن ناقص ار ام. طبعا كل الكلام ده كل المعلومات هنا ايه؟ معلوم. الفول سكيل ديفليكشن معلوم، والار ام معلوم، والبطاريه معلوم، وتعرف تجيب ار 1. طيب اي ميجرد دي كرنت ديفايدر، الاي ميجرد اللي هو ايه؟ التيار اللي هيمر في البرانش ده في الميتر عباره عن ايه؟ عبارة عن التيار الكلي الاي توتال.
في المقاومه البعيده اللي هي ايه؟ النون ريزيستنس على مجموع المقاومتين. تاني ده كارنت ديفايدر، التيار اللي ماشي في الميتر هنا اي ميجر بيساوي ايه؟ بيساوي التيار الكلي في المقاومه البعيده على مجموع المقاومتين برضه سيركل بتساوي ايه؟ على تمام في ايه؟ على ايه في المقاومه البعيده اللي هي ار اكس على مجموع المقاومتين. تمام؟ طبعا دي لازم تعملها بايدك على ايه؟ علشان تقدر تثبتها. تمام؟ الاي ميجر عباره عن التيار الكلي. التيار الكلي عباره عن ايه؟ ما هو ده الفولتج ديفايدر، ده التيار الكلي في ار اكس على ار ام زائد ار اكس. تاني الاي ميجر التيار الكلي في المقاومه البعيده على مجموع المقاومتين. المقاومه البعيده ار اكس، مجموع ار ام زائد ار اكس. التيار الكلي عباره عن ايه؟ ايه على التيار الكلي على المقاومه الكليه، ايه على ار واحد زائد البارل كومبينيشن ار ام مع ار اكس توازي، هو ده التيار الكلي. جبت الاي ام وجبت الاي ام وعندك الاي فول سكيل ديفليكشن، يبقى تقدر تجمع تحطهم الاثنين على بعض، وده اللي هو السنسيتيفيتي بتاعتك او الاس او الريشيو، يعني اي ام على اي فول سكيل ديفليكشن، تطلع لك المعادله دي ار اكس على ار اكس زائد ار ام واحد في ار ام على، يعني ار اكس على ار اكس زائد بارل كومبينيشن ار واحد مع ار ام. تمام؟ اكزامبل ده احنا قلناه خلاص، سيريس تايب او ميتر احنا شرحناه. المالتي ميتر بيبقى فيه في المالتي ميتر او الافو، A يعني اميتر وV يعني فولتميتر وO يعني اوميتر، يعني بيقيس امبير وفولت وO بنسميه افو. تمام؟ ده المالتي ميتر. طبعا عندنا في المعامل مالتي ميترز متعدده. طيب التايتل اللي جاي كاليبريشن اوف دي سي انسترومنتس. انا قلت ان في السيستماتيك ايرور، في السيستماتيك ايرور في نوعين، انسترومنتال ايرور وانفايرومنتال ايرور. في الانسترومنتال ايرور نتيجة الايجنج بتاعة الأجهزة بيحصل لها تغير في السبرينج وفي الفراكشن بتاعة البيرنج، فبالتالي فروم تايم تو تايم عشان أتغلب على هذا الايرور قلت لك إيه؟ بعمل كاليبريشن، بعمل معايرة للأجهزة بتاعتي فروم تايم تو تايم تو أجينست ستاندرد 1. إيه الكاليبريشن دي بتتم إزاي؟ كالآتي. أول نوع كاليبريشن أوف دي سي أميتر، أنا هروح أعمل معايرة لدي سي أميتر، بدخل كونستانت فولتج وبعدين بحط ريوستات. ريوستات يعني إيه؟ مقاومة متغيرة، وبعدين الأميتر أندر تيست أو الأميتر أندر كاليبريشن، وبعدين ستاندرد ريزيستورز وستاندرد فولتميتر. تاني بحط ريجوليتد فولتج، ريجوليتد فولتج او كونستانت فولتج، كلمه ريجوليتد فولتج معناها ان الفولت لا يزيد ولا يقل مع تغير الشبكه. يعني ايه تاني؟ يعني لو دي 12 فولت المفروض ريجوليتد 12 فولت، معناها ان جهد الشبكه 220 هي 12، جهد الشبكه 219 هي 12، 218 هي 12، 222 هي 12، 223 برضه هي 12. يبقى الفاريشن بتاع الجريد ما ياثرش فين؟ في الجهد ده، ولا طبعا الايه؟ الكاربريشن هيبقى مش مظبوط. تمام؟ تاني يبقى ريجوليتد كونستنت او ريجوليتد كونستنت باور سبلاي
ريوستات، ريوستات ليه؟ عشان اخد مالتي رينج للاميدر، كل ما غير في الريوستات كل ما غير في خامه الكهرباء، يبقى اخد مالتي رينج للاميدر، وده الاميدر اندر تيست، وبعدين ستاندرد ريزيستور مع ستاندرد فولتاميتر. وبعدين اروح اخد القرايه بتاعه الاميدر واسجلها، ده الاندر تيست، وبعدين اقرا قرايه الستاندرد فولتاميتر واقسم القيمه اللي انا قستها بتاعت الفولتاميتر على الستاندرد ريزيستور، يبقى هنا ايه؟ اي كالكوليتد، واروح اسجل، اروح اسجل هنا اي كالكوليتد واي ميجر. عندي ايه؟ عندي مالتي رينج. والله لو الاي كالكوليتد ايكوال اي ميجر يبقى الجهاز ده ويل كالبريتد، ده جهاز زي الفل طبعا، وده مش ضروري يحصل يعني، انما ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى بزياده وممكن بالنقصان، قد تكون الزياده والنقصان دي ثابته يعني القيمه ثابته، يبقى حضرتك تريكومند على اللايسنس، تدي شهاده في الاخر ان اللي هيستخدم الجهاز ده يا يزود قيمه معينه او ينقص قيمه معينه عشان تبقى القراءه صحيحه. الحاجه الثانيه ان تكون القرايات الخطا مش ثابت، وفي هذه الحاله بيرفق حاجه اسمها ايه؟ كاليبريشن كيرف. اي كالكوليتد واي ميجرد، وادي الكاليبريشن كيرف بالمنظر ده. انت عشان تصحح القرايات بتاعتك انت قست كام؟ قست القيمه دي، القيمه دي مش صحيحه، اروح اصححها ازاي؟ اطلع كده، دي القرايه الصح، دي القرايه الصح، تمام؟ دي القرايه الصح. اتفهمت يا جماعه؟ اتفهمت؟ تمام يا دكتور. معلش يا دكتور، الجزء بتاع الجزء بتاع ايه؟ الكيرف حضرتك في ايه؟ انا بس يعني القيم دي قصاد بعض بروح اقسمها، بيرسمهم كيرف، كاليبريشن كيرف، ده اسمه كاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف عباره عن اي كالكوليتد واي ميجرد، يطلع لينير، يطلع برامولا، يطلع زي ما يطلع، تمام؟ بنصحح القرايه بتاعتك ازاي؟ انت القرايه اللي انت قستها دي سي 5 امبير، هي مش 5 امبير، تمام؟ القيمة الصحيحة فين؟ تاخدها من على ايه؟ من على الكالكوليتد اللي هي ايه؟ الستاندرد فولتاميتر مع على الستاندرد ريزيستور. فهمت؟ تمام يا دكتور. تمام. ده أول جهاز اللي هو الايه؟ الامير. والريستات فايدته هنا عشان ايه؟ كل ما غير في قيمه دي كل ما التيار هنا ايه؟ يتغير، يبقى ناخد ايه؟ مالتي رينج للايه؟ للميتر، تمام؟ كل ما غير في الريستات اغير في قيمه التيار اند سو. طيب الكاليبريشن الثاني ازاي اعمل كاليبريشن للدي سي فولتاميتر؟ انا عملت حولت اول حاجه عملت موديفيكيشن للدارزون فال وخليته اميتر، وبعدين عملت له موديفيكيشن وحولته فولتاميتر، تمام؟ دلوقتي عايز اصحح بقى اعمل له ايه؟ اعمل له كاليبريشن. خلي بالك بقى برضو ريجوليتد دي سي سورس زي اللي فات بالظبط، ريجوليتد دي سي سورس لا يتاثر بتغير الشبكه، ريوستات ليه؟ عشان ناخد مالتي رينج للفولت، كل ما غير هنا كل ما غير في التيار، كل ما غير في الفولت اللي على ايه؟ اكروس الريزيستور.
ده الفولتميتر اندر تيست، يبقى دي الريزيستور اللي هيقيس عليها، وده الفولتميتر اندر تيست او الفولتميتر اندر كاليبريشن. والاطراف دي راحه فين يا جماعه؟ راحه لجهاز اسمه البوتنشوميتر. ده شابتر 2 اللي جاي، ده شابتر 2 اللي جاي. بوتنشوميتر ده جهاز وليس مقاومه متغيره، ده جهاز بيقيس الفولت بريسايزلي، بيقيس الفولت بدقه. يبقى انا هروح نفس الطرفين دول بتوع الفولتميتر، هم هوديهم على ايه؟ على البوتنشوميتر. البوتنشوميتر ده هو اللي بيديلي القراءه الصحيحه، وده يديني القراءه بتاعته. يبقى انا بروح اصحح قراءه الفولتميتر اكوردنج لقراءه الايه؟ البوتنشوميتر. يبقى نفس البروسيدر بتاعتي، بس كل ما هنالك انا هنا في الفي دي بتاعت البوتنشوميتر، ودي الفي ايه؟ والفي ميجرد. تمام؟ والفي ميجرد. تمام؟ وبرضو لو القرايات طلعوا زي بعض يبقى الفولتميتر ده والكاليبريتد. وارد ان يطلع فيه خطأ ثابت، يبقى اروح احطه على الشهاده واقول صح هذه القراءه اما بزياده او بنقصان، او قد يكون الخطا غير ثابت. غير ثابت يبقى لازم اعمل كالبريشن كيرف اللي هو ايه؟ في بتاعت البوتنشوميتر، ودي الفي ايه؟ ودي الفي ميجرد. برضو اروح اصحح القراءات بتاعتي دي 5 فولت، ما هياش 5 فولت، الصح بتاعها ايه؟ من على البوتنشوميتر كام؟ دي القراءه الصحيحه. انتهى الكالبريشن للفولتميتر. اي سؤال في الكالبريشن بتاع الفولتميتر شباب؟ اي سؤال للكالبريشن بتاع الفولتميتر؟ اروح للكاليبريشن اوف اوم ميتر. ده الموديفيكيشن الثالث اللي عملته في دارزونفال، حولته الى ايه؟ اوم ميتر. تمام؟ طيب الاوم ميتر برضو اروح اعمل له ايه؟ كاليبريشن. بجيب الاوم ميتر اندر تيست اللي هو اندر كاليبريشن، واجيب ستاندرد ريزيستورز. ستاندرد ريزيستور دي مش مقاومات زي اللي في السوق، لا، بيجيب دي المقاومات دي والستاندرد ريزيستور، يعني مقاومات بقيم دقيقه جدا مش زي الكوميرشال، ويحط القيم ويقرا قرايه الاميتر. ولو القرايات متطابقه يبقى الجهاز ده والكالبريتد. لو القراءات متطابقه يبقى والكالبريتد. طيب لو القراءات مختلفه اختلاف ثابت، يبقى يحط على الشهادة بتاعت اللايز بتاعت الكاليبريشن ان في قراءات هذا الاميتر ضيف هذه القيمة بالزائد او بالنقص. الحل الاحتمال الثالث ان الاختلاف يبقى مش ثابت. الاختلاف مش ثابت يبقى لازم اروح اعمل عمودين هنا، ميجرد وستاندرد، برضو عمودين ميجر وستاندرد، واعمل الكاليبريشن كيرف، وبرضو يبقى ده الاكسيس ده الميجرد اوم وده الستاندرد اوم، وبرضو اصحح من خلاله. ده الاميتر. وانتهى كده الدارزونفال كاليبريشن. اروح دلوقتي على ازاي اقيس اي سي بالدارزونفال. قبل ما اروح للاي دي سي للاي سي دارزونفال موفمنت، اي سؤال في الكاليبريشن؟ اي سؤال في الكاليبريشن؟ طيب الدارزونفال بوضعه اللي احنا خدناه دلوقتي، لو جيت وصلته يحصل ايه للميتر؟ لو الفريكونسي واطيه
الميتر يبقى رايح جاي فورسد باك فورسد باك، تمام؟ طب لو الفريكوانسي بتاعتها عاليه، لا البوينتر مش هيقدر يتحرك، يفضل كده يترعش في مكانه، تمام؟ يبقى كده ايه؟ عشان اقيس الاي سي بواسطه الدرزومبال، قال لك لازم اروح احول الاي سي ده الى دي سي. ازاي؟ عن طريق الريكتيفاير. وبعدين بعد ما حولته لدي سي، لا خلاص بقى روح قيس بيه عادي، بقى روح بيه قيس عادي، تمام؟ هو ده اللي احنا هنعمله. طيب اخذا في الاعتبار ان الاجهزه اللي انت بتتعمل دي بتبقى كالبريتد ان ساين ويف روت مين سكوير، يعني ايه؟ يعني الاجهزه اللي هتقيس اي سي دي كالبريتد ان ساين ويف روت مين سكوير. طيب لما تيجي تقيس بيها اي اي سي سيجنال ثانيه، لازم تصحح القراءه يا باشمهندس عن طريق حاجه اسمها الفورم فاكتور. الفورم فاكتور عباره عن في روت مين سكوير على في افريج. يعني ايه الكلام ده؟ اروح للسبورت. دي ساينوسويدال سيجنال، دي اي سي، ودي للجاز كالبريتد بروت مين سكوير بتاعتها. دي اي سي سيجنال وليس ساين. دي اي سي سيجنال وليس ساين. اذا هناك اشكال عديده اي سي سيجنال وليست ساين، فلازم طيب لما تيجي تقيس دي القراءه بتاعت الميتر صحيحه لانه هو كالبريتد بروت مين سكوير. لما تيجي تقيس دي قراءه الميتر مش صحيحه، لازم تصحح عن طريق الفورم فاكتور اللي هو ايه؟ الفي روت مين سكوير على الفي افريج. الفي روت مين سكوير على الفي افريج وهنقوله بالتفصيل. طبعا ال بعمل ريكتيفيكيشن عن طريق الدايل، وعندي نوعين من ريكتيفيكيشن، هاف ويف وفول ويف. هاف ويف يعني ايه؟ يعني انا بعدي النبضات الموجبه فقط وبعمل كليبنج للنبضات السالبه، وبالتالي بتعدي هافز بالمنظر ده كده، تمام؟ اهو ده اسمه الهاف ويف ريكتيفاير. اهو ادي السيجنال داخله كده، هيعدي الانصاف الموجبه فقط، وبادي ده الهاف ويف. ده البيك فاليو اللي هي القمه بتاعه النبضه هي، وده قيمه الاي روت مين سكوير، وده الاي افريج. يعني الداش دي المنقطه دي اي روت مين سكوير، والنقط الصغيره دي الاي افريج، تمام؟ احفظ الحاجات دي اللي جايه دي زي اسمك. الاي روت مين سكوير اللي هو 0.707 اي بيك، اللي هو اي بيك على جذر 2. الاي روت مين سكوير اللي هو اي بيك على جذر 2. كلمه يبقى اي روت مين سكوير اي بيك على جذر 2. الدي سي او الاي افريج 0.318 اي بيك. الاي دي سي افريج اللي هو ده اهو 0.318 اي بيك. اي دي سي على اي روت مين سكوير يعني اي اي سي، الروت مين سكوير يعني اي سي. اي دي سي على اي اي سي تطلع 0.54. لو قسمت ده على ده، اي دي سي على ده، يطلع لك الاي بي، هتروح مع الاي بي طبعا، يطلع لي 0.45، تمام؟ تاني الحاجات دي مهمة مهمة مهمة، لازم تكون عارفها في الهاف ويف وفي الفول ويف، تمام؟ العلاقات اللي جاية دي منتهى الأهمية،
اي روت من سكوير بيساوي اي بيك على جذر 2، اي دي سي اللي هو الاي افريج بوينت 3.18 اي بي، اي دي سي على اي اي سي بوينت 4.5. خلي بالك بقى، واحد على اي روت من سكوير اسمها ايه؟ اهو واحد على يعني ايه؟ واحد على اي روت من سكوير دي اللي هي الايه؟ الاس اي سي. طب وواحد على الاي دي سي الاس دي سي، يبقى الاس اي سي على الاس دي سي بتساوي 45%، او الاي سي سنسيفتي بتساوي 45% دي سي سنسيفتي. يبقى دي العلاقه اللي هي الرابعه، اهي الاس اي سي اللي هي واحد على اي روت من سكوير اللي هي اس اي سي، ودي دي الناحيه الثانيه، يبقى 45 على ايه؟ اي دي سي. اي واحد على اي دي سي يعني ايه؟ يبقى دي سي سنسيفتي، يبقى الاي سي سنسيفتي بتساوي 45% الدي سي سنسيفتي. طب والفورم فاكتور؟ الفورم فاكتور اقلب دي، ها اقلب ده على ده، عباره عن روت من سكوير على افريج، اهو روت من سكوير على افريج، على افريج، يبقى ايه؟ واحد على 45% يطلع 2.22. العلاقات دي تحفظها زي اسمك، تحفظها زي اسمك. الاكزامبل اللي جاي، كومبيوت ذا فاليو اوف ذا مالتيبلاير ريزيستنس ار اس فور 10 فولت روت من سكوير. يبقى ال 10 فولت دي ايه؟ اي سي، تمام؟ رينج اون ذا فولتميتر شون ان فيجر، اللي هو فات اللي هو ده اللي هو ده، اي عايز يحسب المقاومه دي، تمام؟ اون ذا فولتميتر فيجر يوزنج ذي 3 ميثودز جيفن، الفول سكيل ديفليكشن 1 ملي امبير والار ام 300، علما بان الار دي فورورد بزيرو والار ريفيرس انفينيتي، ده ايديال دايود، الفورورد بصفر والريفيرس اوبن سيركت او ما لا نهايه. اول حاجه الطريقه الاولى وعايز احسبها بثلاث طرق، تمام؟ الار اس اول طريقه دي سيركت، او يعني الاس دي سي واحد على الفول سكيل ديفليكشن، وانت عندك الفول سكيل ديفليكشن كام؟ 1 ملي امبير، اهو 1 ملي امبير. الاس دي سي واحد على الفول سكيل ديفليكشن يبقى 1000 اوم بير فولت. طب والار توتال بتساوي ها اس في، ماشي خلينا اس اي سي لسه جايبينها دلوقتي، بتساوي 45% اس دي سي، صح؟ الاس اي سي بتساوي 45% اس دي سي، يبقى 45% في 1000 تطلع لي كام؟ 450 فولت، ادي الاس اي سي. طب الار توتال بتساوي ايه؟ ار اس زائد ار ام، وانا عارف ان ار توتال بتساوي اس في في. خلي بالك بقى، اس اي سي في في اي سي، يا اما اس دي سي في في دي سي. يبقى اول حاجه ار توتال بتساوي اس في، انهي اس؟ اس اي سي، لان انا عندي في اي سي اللي هي 10، اس اي سي ب 450 والفي اي سي ب 10 يبقى 4500، ده الار توتال، وانت عندك الار ام ب 300، تمام؟ يبقى الار اس بكام؟ ب 4200. خلصت، ادي اول طريقه، اول طريقه. تاني طريقه، ثاني طريق ار توتال بتساوي اس في، بس خلي بالك اس دي سي في في دي سي. طب والفي دي سي بتساوي ايه؟ الفي دي سي 45% في اي سي، برضه من القوانين اللي فوق، 45% في 10 يديني 4.5 فولت، تمام؟ يبقى ار توتال بتساوي اس في 4.5 في كام؟ في 1000، 4500، منها الار اس بالار توتال ناقص ار ام تطلع 4200. ادي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه بقى سيركت سيركت سيركت، الار توتال بتساوي الفي دي سي على الاي دي سي، الفي دي سي بكام؟ ب 4.5، والاي سيركت والاي توتال كام؟ ها 1 ملي، تطلع المقاومه الكليه كام؟
4500، والمقاومه الكليه عباره عن ايه؟ مقاومتين سينز ار ام وار اس، تعرف تجيب ار اس 4200. دي الطريقه الثالثه. انتهت الطريقه الثالثه وانتهت الاكزامبل وانتهت المحاضره. دي الفورم فاكتور اهي اللي هي 1 على على 45 او الاس بي روت من سكوير على بي دي سي، تطلع 1 على 5 تطلع 2.22. تمام. تحفظ الاربع خمس او خمس او ست علاقات دي زي اسمك. اي سؤال قبل ما انهي المحاضره؟ اخد الاتندنس، طبعا زادوا دلوقتي اتندنس، داونلود اتندنس. اي سؤال يا شباب قبل ما انهي المحاضره؟ ايوه يا دكتور معلش، الاكزامبل اللي خدناه في المحاضره ايه؟ الاكزامبل اللي خدناه في اول المحاضره. ايوه، هي في السؤال رقم بي ازاي يجيب 2.7 من 10؟ ايه؟ ايوه معاك اهو. ازاي دي بيجي 2.7 من 10؟ يا راجل مش قال لك الفولتج دروب 10%؟ فولتج دروب يعني ايه؟ يعني الفولت سقط 10%. 10% من ال 3 فولت، مش البطاريه كانت 3 فولت؟ ايوه. ال 10% من ال 3 فولت كام؟ رد عليا. ها؟ 10 فولت من ال 3 فولت. 10% من ال 3 فولت. اللي بيسأل 3 من 10 3 من 10، يبقى البطارية ناقص 3 من 10 يبقى خبيتها كام؟ 2.7 من 10. تمام يا دكتور، شكرا. ماشي دكتور. ايوه حد يسأل تاني؟ حد يسأل تاني؟ طيب يا دكتور معلش. ايوه صفحة 30 في الكتاب، هي المقاومة ار اي وار سي وار دي طلع كام بالظبط بس عشان أأكد على الإجابة؟ لا مش معايا دلوقتي القيم، ثانية بعد كده بشوفها معايا. لا لا مش معايا حاليا يا ماريو اللي بيسأل، مش معايا دلوقتي، بس طلعتها قيم كام يا ماريو؟ قول كده وانا اقول لك صح ولا لا بالتقريب. تطلع نيجاتيف مش عارف ليه. لا نيجاتيف غلط، لا نيجاتيف غلط، اجابتك غلط. بس ها بس اعرف الاجابه وبعد كده احاول فيها تاني مره. لا لا بص، طالما نيجاتيف انت كده غلط. ايوه انا على فكره في كالكوليتر بتحل الثلاث معادلات. الكالكوليتر بيحل الثلاث معادلات مع بعض ويديك نتائج على طول. مقاومه بالنيجاتيف يبقى اجابه خاطئه على طول من غير ما تراجع اي حد. انا فاهم، انا بس حبيت اعرف الاجابه وبعد كده احاول فيها مع نفسي تاني. لا احاول فيها مع نفسك يا باشا. طيب شكرا. ماشي، بس انا الخير مش حاضرها دلوقتي، بس مش نيجاتيف طبعا. يا شباب اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ انهي؟ ننهي المحاضره.